بالنسبة للنتيجة هي تعتبر جد مشرفة، ليس مشرفة فقط لأنها صنعت تاريخ ليس للكاراتيه الجزائري بل في دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط في اختصاص الكاراتيه، ولا بلد سبق له أن فاز بأربع ميداليات ذهبية واثنين فضية، ست ميداليات من أصل 10. كان ممكن والكل لاحظ أنه كان الكاراتيه الجزائري يفوز بأكثر من 7 ميداليات إلى 8 ميداليات، لكن الحمد لله احنا كان عندنا في التحضيرات قلتها في وقت اللي كان عندنا مع والفرصة أنه في التحضيرات كانت بعض نوعا ما نداركو في الوقت لأنه كان عندنا سباق مع الزمن، قدرنا نداركو خاصة مع جائحة كورونا، لكن الحمد لله تغلبنا على كل التحديات وقلنا كلمتنا في وهران الحمد لله. اولا بدانا بعمل دورات انتقائيه، احنا عملنا بضمير مرتاح وبالشفافيه التامه، الكل لاحظ انه لاول مره اتحاديه الكاراتيه تعمل انتقاء دورات انتقائيه كبيره واعطاء الفرصه لكل من له المستوى لتمثيل الرايه الوطنيه. ما يخفلكمش انه الفريق الوطني على قبل 10 ايام ولا واحد كان عارف من يمثل الجزائر في الكاراتيه في الوزن تاعو، لهذا اللي كان عندنا تنافس كبير بين الرياضيين، والدليل على هذا أنه قبل أسبوع كنا في مصر في دور عالمي كبير في السيري أي، وين الجزائر لأول مرة في الدور العالمي تحتل المرتبة الرابعة عالميا من بين 86 دولة مشاركة، يعني أنه إن شاء الله الجزائر في البطولات العالم سوف يكون لها كلمة كبيرة. كذلك كان ولأول مرة كذلك عمل تربصات في الخارج. هو ليس بالجديد عن الشعب الجزائري، هو شعب رياضي 100%، خاصة في مدينة وهران الباهية هو يعتبر قطب رياضي في كثير من الاختصاصات الرياضية. الشعب الجزائري اليوم أعطى رسالة وبعث رسالة قوية لكل الأمم لكل الأجانب أنه شعب مثقف محضر واعي، شعب رياضي 100%، كان حتى في كل أحيان ماشي في أغلب الأحيان يصفق حتى على المنافسين اللي انتصروا على الجزائريين، وأعطى رسالة قوية وتحية كاملة له، خاصة احنا في الكاراتيه كان له دور فعال جدا. بدأنا مباشرة في شروع لتخطيط، وهو الهدف الثاني اللي عندنا هذا الموسم وهو البطولة العالمية اللي حتكون في تركيا أجبال أواسط و 21 سنة، لأنه لأغلب العناصر تاعنا حوالي 60% من الفريق الوطني اللي يشارك في الألعاب البحر المتوسط هو معني بهذه البطولة العالمية، لإن شاء الله نتمنى أنه تواصل الدولة الجزائرية والوزارة في دعمها للكاراتيه من أجل الظفر بمركز مشرف جدا للجزائر